آلة التحطيم هذه شاهد ماذا تفعل بالقطاع التي تمر بها. آلة قوية للغاية لثني الحديد، شاهدوا ماذا فعلت به. تابعوا هذه الذراع الآلية والتي تقوم بتفتيت هذا الحطام من الأخشاب. هنا هذه العربة والتي تساعد جليا على إنزال هذه الحمولة ببساطة وبكل سهولة. شاهدوا كيف يتم قص وتقطيع قصب البامبو. يتم وضع هذه القضبان المعدنية لتعدينها بهذا الشكل. شاهدوا كيف يتم صنع المكان الخاص بجلوس البرغي. آلة الخراطة هذه تقوم بصقل وتعدين هذه القطعات المعدنية. هنا بواسطة الدوران وآلة الضغط يتم تعدين هذه الأشكال المعدنية بشكل مخروطي. خراطة رائعة لهذا القالب الحديدي. هكذا يتم كبس القطعة المعدنية على هذا القالب. هذه الماكينة الرائعة يمكنكم أن تشاهدوا كيف يمكن وضع الإسمنت بها ليتم خلطه بهذا الشكل. هذه العجينة يتم وضعها على أي ثقب فيمكنكم أن تشاهدوا قوتها. يتم تحمية رأس هذه القطعة المعدنية ثم يتم إغلاقها بهذا الشكل. لنتابع عملية تعدين هذه القطعة الملتهبة وكيف يتم تشكيلها كالبكرات الخاصة برفع الحبال. تابعوا كيف يتم تقطيع هذه الحجارة من الجرانيت. هنا يتم تعدين القطعة الحديدية بهذا الشكل على هذا المكبس. يتم إدخال القطعة الحديدية الملتهبة وتعدينها بهذا الشكل كما ترون أمامكم. انظروا بعد ذلك كيف يتم ثقبها لتصبح كالحلقة كما تشاهدون. تابعوا كيف أخرجت هذه الماكينة نفسها بمساعدة الذراع الصتبها. تابعوا كمية الصابون التي تم إخراجها من هذه الآلة لتنظيف المكان. تابعوا هنا كيف يتم تعدين هذه القطعة الحديدية الملتهبة بواسطة المكبس. لنتابع كيف يتم خراطة هذا المثقاب العملاق. نتابع كيف يتم صقل وخراطة هذه القطعة المعدنية. لنتابع هنا عملية صقل وخراطة هذه القطعة المعدنية اللولبية بهذا الشكل. تابعوا آلة الصباغة هذه كيف تقوم بدهان هذا الخشب. هذه الحفارة القوية تقوم بالحفر حول الشجرة. أي نبات يوضع في هذه الآلة يتم تفريمه إلى قطع صغيرة. هكذا يتم لحام الشباك الحديدية. تابعوا هذا المكبس القوي وكيف يقوم بتعدين هذه الماسورة الحديدية. لنتابع. هنا يتم وضع هاتين القطعتين مقابل بعضهما البعض ليتم لحامهم كما تشاهدون. لنتابع كيف يتم وضع درزات صغيرة على هذه الحلقات المعدنية. شاهدوا هنا هذه القطعة العملاقة والكبيرة الملتهبة كيف يقوم العمال بتربيطها بالملفات النحاسية. تابعوا هذا المكبس كيف يتم إدخال القطع إليه لتخرج بهذا الشكل. شاهدوا قوة مسدس المياه هذا وكيف فجر البطيخة ولحاء الأخشاب. هذا العامل هنا يقوم بوضع هذه المادة ثم يقوم بتثبيتها بالإسمنت حتى يقوم بتعديل هذه الزاوية كما ترون.
هنا يتم إدخال هذه القطع الخشبية المربعة وتخرج إسطوانية بهذا الشكل. شاهدوا آلة الخياطة الرائعة. هذا المكبس يقوم بعمل هذه الصواني المعدنية كما ترون. يتم وضع القطع الملتهبة ثم تكبس بهذا الشكل ويخرج لنا هذا المسمار العملاق. ما رأيكم بفرشاة تنظيف النوافذ هذه؟ هذا مقص حديد متحرك، يمكنكم أن تشاهدوا الآلة في المقدمة وعند تحريكها تقص بكلا الاتجاهين. شاهدوا كيف يتم لف الأسلاك النحاسية مع بعضها البعض بواسطة هذه الآلة القوية. تابعوا هذا الشكل الذي خلفته آلة النجارة هذه، إنها كرة خشبية. يتم توسيع حلقة النار هذه باستخدام الضغط. لنتابع هذه القطعة المعدنية وكيف باستخدام هذه الآلة يتم تدويرها. انظروا إلى هذه القطعة الملتهبة العملاقة كيف يتم تعدينها بالمكبس. هكذا يتم رفع درجة حرارة هذه المسننات. مقص رائع وقوي لقص أغصان الشجر. يمكنكم أن تتابعوا هذه الكمية الكبيرة من هذه الهواتف القديمة كيف يتم التخلص منها. تابعوا هذه الآلة الرائعة والتي تقوم بتثبيت هذا الخرطوم بالأرض بواسطة المرابط. هذا الصنبور متعدد الاستخدامات وبه الكثير من الفتوحات. يتم إدخال هذه الأنابيب المعدنية لتقص بشكل متعرج كما ترون. هكذا يتم تصنيع هذه القطعة الكبيرة التربونية. هذه القطعة الصغيرة جيدة لتوصيل الأسلاك الكهربائية في بعضها البعض. يبدو أن هذه القطعة الرائعة يتم تثبيتها على الخزانة، وعند الفتح أو الإغلاق فإنها تضيء لك بهذا الشكل. ما رأيكم بآلة التغليف الرائعة هذه؟ هنا يتم لحام الجنازير أو السلاسل الحديدية. باستخدام الورق المرمل يتم صقل هذه القطعة المعدنية. تابعوا هذه الحلقات والنوابض المعدنية كيف تصنع. يتم إدخال الأسلاك النحاسية هنا حتى يتم تفتيحها وتقشيرها بهذا الشكل. تابعوا كيف يتم توسيع الأنبوب المعدني. يتم وضع هذه القطعة المعدنية، فشاهدوا كيف يتم تعدينها على هذا المكبس. هنا يتم وضع القطع الخاصة بالبراغي وشدها بهذا الشكل حتى يتم تثبيت هذه المروحة العملاقة أو طاحونة الهواء. هذه الآلة يتم وضع القطع بها لكبسها بهذا الشكل. شاهدوا هذا المكبس كيف يقوم بتعدين هذه القطعة الحديدية الملتهبة. هنا يتم وضع آلة القص وتلتف الحلقة الحديدية لتقص بهذا الشكل.